سيادة الوزيرة معلش يعني أنا هكلم بقى الإنسانة غدا والي أو الأخبار والأرقام ممكن نوصل لها في أسئلة. النهاردة أنتوا خلقتوا حالة في المجتمع كله، يعني مش بس الناس اللي كانت حاضرة الحفلة، لا المجتمع كله اللي كان بيشوف الحفلة الحقيقة طاقة إيجابية غير عادية. والرئيس تخلى عن كل البروتوكولات، ويمكن كان في 10 ثواني قبل ما الرئيس يغادر كده اعتقد انه تبادل حديث مع سيادتك واشاد بالوزاره طبعا وبوزاره الشباب وهو على المسرح، لكن كان في 10 ثواني بدا فيها الرئيس مرتاح. ادينا كواليس انسانيه اكتر، حسسينا الحاله اللي احنا كنا حاسينها. يعني زي ما قلت لحضرتك، هو الرئيس بيحب فعلا الاطفال دول وبيتعاطف معهم جدا وبيسعد في وجودهم حواليه، وهما بيبادلوه هذا الحب بصدق شديد. فلما تحس ان مكان فيه فرحه وفيه حب وفيه موسيقى جميله وفيه بطولات، فيه شباب، المشهد بتاع الكاراتيه، فريق الكاراتيه وحجم العزم والاصرار وهما بيعملوا الشو بتاع الكاراتيه، لما يشوف على المسرح مع دنيا سمير غانم 2 مكفوفين واثنين متلازمه داون وواحد اعاقه جسديه، ويشعر ان هما بيبذلوا جهد كبير وبيرفعوا اسم مصر عاليا في بطولات رياضيه وبياخدوا ميداليات ذهب وفضه، وهما فرحانين انه في حد شايفهم، واهلهم فرحانين وبيزغرطوا انه في حد شايف اولادهم وفي حد بيطمنهم على مستقبل اولادهم. طبيعي ان المكان يمتلئ بالطاقه الايجابيه. احنا كان بالنسبه لنا يوم سعيد جدا، والحقيقه احنا دايما بنقول انه الشكر بيكون للاهالي اللي بيرعوا هؤلاء الابناء، والرئيس ايضا شكرهم صعوبات كثيره. الرئيس ايضا وجه لهم الشكر يعني باكثر من مره. الحقيقه الرئيس عنده لمحات انسانيه كبيره جدا، من اجملها ايضا يعني الكلام الجميل اللي سياده الرئيس وجهه للفنانه رضاء الجداوي، ودموعها نزلت وتاثرت من تقديره ليها وكلامه ليها. فهو بيقدر الكبير والصغير. طيب. وده بيسعد الناس، بيكبر خواطر الناس كلها. لا، لو انا كمواطن مصري وانت مسؤوله في الحكومه واسالك، واعتقد ان انت هتجاوبي وانت تقفي على قدمين ثابتتين، عندما وعد رئيس الدوله ان يكون هذا العام عام لمتحدي الاعاقه ونحن في نهايه هذا العام، ماذا تستطيع ان يعني تثبتي ان هذا الوعد كان في محله؟ انا متصوره انه في عرض عملناه. صحيح. هنعرضه كمان شويه. قضيه الاعاقه مش قضيه تشتغل عليها وزاره لوحدها، رغم ان الوزاره المختصه هي وزاره التضامن في القانون، ولكن ده شغل كل الوزارات، شغل المجتمع المدني وشغل الاسر والاهالي. فعلشان نقدر ننجز حاجه او نقول ان احنا انجزنا حاجه، لازم ندي حق لاصحابه. كل الوزارات اشتغلت، لان كان في توجيهات رئاسيه ان كله يشتغل لتغيير واقع ذوي الاعاقه. عملنا قانون، عملنا لائحه تنفيذيه، ابتدينا ان احنا نعمل تهيئه واتاحه ونطبق اكواد هندسيه تسمح بدخول الناس. كلنا بنعد ذوي الاعاقه اللي في وزاراتنا عشان نستكمل نسبه 5%. وزاره الاسكان اتاحت 2800 شقه، ده رقم ما فيش فيه جدال، دي شقه اتدفع ثمنها وناس خدتها في الاسكان الاجتماعي. بقى في نسبه كوتا مخصصه لذوي الاعاقه، وبقى الدور الارضي مخصص لذوي الاعاقه الحركيه. ففي وزارات عملت حاجات تقدر حضرتك تشوفها وتلمسها. لما وزارة الاتصالات تدرب 2500 واحد عشان يشتغلوا في الكول سنتر من الملفوفين أو غيره. ففي جهد اتعمل، المهم أن هذا الجهد يستمر، المهم أن احنا كلنا نلتزم بتطبيق القانون، المهم أن احنا نستمر، ووسائل الإعلام مطالبة أنها تساعدنا في أن احنا نغير من ثقافة المجتمع ومن قيمه، ونغير من نظرة المصريين لذوي الإعاقة. الابن اللي عنده إعاقة مش وصفة، الابن اللي عنده إعاقة ده مصدر طاقة، وهيبقى منتج وهيساهم في بناء بلده وهيلعب مزيكا وهيغني وهيلعب رياضة وهياخد بطولات. محتاجين كلنا إن احنا اللي نشيل العوائق النفسية اللي جوانا والعوائق اللي في مجتمعنا واللي في ثقافتنا، وهم ينطلقوا. خليني عند النقطة دي لأنها في غاية الأهمية دكتورة غادة. لما نتكلم عن الدمج، نتكلم على تغيير ثقافة المجتمع، نحن نتقبل بعض ونحس ببعض. وهنا أرجع برضو مرة تانية لقصة المشاركة المجتمعية والصندوق الخيري أو التطوعي، وإن الناس زي ما قال الرئيس الكل يشارك، يعني الكل موظفين حكومة وحتى أشار لمعاش تكافل وكرامة وما إلى آخره. وعشان الأمور تكون واضحة وتتحط في سياقها، ما بقاش فيه لا مبالغات أو محاولة للاصطياد، يعني عايزين نفهم
ايه الآلية وهيحصل ده ازاي والنسب؟ انا هقول لحضرتك، هو الرئيس وجه بدراسة كيف لنا كمجتمع ان نساهم، تمام، فما اصدرش قرار قال ساهموا، قال لا انا بوجه الحكومة تدرس ازاي الناس تساهم وازاي كل واحد يجيله قرش يطلع منه حاجة لدعم المعاقين في المجتمع. الصندوق ده صندوق استثمار خيري وفقا لقانون سوق المال، الناس بتكتسب بشراء أسهم، يعني حضرتك تقدري تشتري سهم ب1000 جنيه وهذا السهم عائده بدل ما يستثمر ويوزع للمساهمين، عائده هيوجه لمؤسسات الإعاقة، للمعاقين في التعليم، للسكولرشيبس، لمشاركة المعاقين في بطولات مختلفة، لكل قضايا الإعاقة اللي بيقررها مجلس إدارة الصندوق. الحقيقة ده نموذج وفقا لقرار كانت الرقابة المالية أتاحت إنشاء هذه الصناديق الخيرية، وهو قرار جديد في صندوق أنشأه بنك مصر اسمه صندوق الرياضة، وده كان صندوق رقم واحد لرعاية أبطال الأولمبياد. في صندوق أنشأته مصر الخير لأعمال الخير، إحنا بننشئ صندوق في بنك ناصر الاجتماعي، وإن شاء الله معنا وزارة الأوقاف زي ما سيادة الرئيس وجه، معنا صندوق تحيا مصر. هذا الصندوق هيستثمر أموال يجمعها يواصل عائدها مصدر تمويل دائم لمؤسسات ذوي الإعاقة. بس الرئيس كده في تكليف للحكومة إنها تدرس الكيفية، الصيغة التنفيذية، ده هيبقى إزاي؟ إتاحة تمويل كبير وإتاحة مشاركة المجتمع على أوسع نطاق. فإحنا هنعمل تصور كده ونعرضه على طبعا مجلس الوزراء وسيادة الرئيس. تمام. وإحنا المجلس إدارة بنك ناصر حطت 20 مليون، النهاردة الأوقاف قالت هتحط 20 مليون، وتحيا مصر 80 مليون، فإحنا كده عندنا 120 مليون نطلق بيهم هذا الصندوق.